السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يلقاكم بخير وما خاصكم حتى خير باذن الله. واول حاجه نقول لكم امطار والخير الا كانت عندكم، والا باقي نقول الله يجبلنا على قد النفع يا ربي. اول حاجه غنقول لكم مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، وشكرا للناس كاملين اللي تيشجعوني وتيدعموني وتيتواصلوا معايا. تنقول لهم لهلي خطيكم عليا. واليوم كما تشوفوا بعويناتكم جبت لكم واحد المحل رائع جدا. الناس اللي تعشقوا الديكورات، الناس اللي تعشقوا هاد اللوحات الحائطيه بايات قرانيه اللي صراحه غزالين غزالين غزالين. المحل الا كنتو كتسولوني فين كاين، المحل كاين في مدينه بني ملال. ان شاء الله غادي نخلي لكم العنوان وغنخلي لكم رقم ديال الهاتف ديالهم باش تواصلوا معهم. وهما راه تيديروا تيصيفطوا لكاع المدن، يعني كيديروا ليفريزون، يعني تواصلوا معهم اي حاجه عجبتكم او اي حاجه بغيتوها ويصوبوها لكم على ذوقكم. يعني راه المحل فيه اختيارات بزاف، تشكيله رائعه من اللوحات ومن الديكورات ومن هاد الايات القرانيه الرائعه، سواء بلارجونتي او بالدوغي. وكذلك الا كنتو باغيين شي حاجه وعندكم موديلات يمكن تواصلوا معاهم وهما يصوبوهم لكم ويصيفطوهم لكم حتى المدينه فين كاينين. محل رائع رائع جدا، كنتمنى يعجبكم، بغيتكم يجيبوا دوره خفيفه في المحل وتشوفوا هاد التشكيلات وهاد الروعه ديال الحرفيه اللي كاينه في هاد المحل. ما شاركتش معكم الصراحه الاثمنه لان كل حاجه وثمنها، وفاش تتواصلوا معاهم هما تيقول لكم الثمن وكتتو على ريوسكم. وراه كما تشوفوا نتوما تيجمعوهم هكا تيوجدوهم باش يصيفطوهم لمواليهم كما تشوفوا دابا في هذه الايه، تيديروا لها سلوفان ويديروا لها زعما الصراحه تتوصلك في امان الله وحفظه. محل غزال غزال بزاف، انا بغيتكم يجيو جوله خفيفه لان الاغلبيه تتراسل معها بزاف ديال الصفحات ما عرفتوش خارج المغرب، وتيوصلوهم هاد الايات او هاد اللوحات، هاد اللوحات الحائطيه تيوصلوهم باثمنه خياليه. لهذا جبت لكم هاد المحل اللي فعلا داكشي عنده زوين، وكما قلت لكم اثمنه ارخص ما يكون وربما ارخص ما غادي تلقاو. لهذا كنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر، تكتشفوا الروعه والجمال ديال هاد الحرفيه او هاد الابداع ديال هاد الناس. تحيه للناس الحرفيين، تحيه للصناعه التقليديه في المغرب. كنقول لكم شكرا لكم على الابداعات ديالكم، وكذلك على اجتهاد في الابداع. وصراحه قال لك يعجز اللسان على التعبير، هي هذه اللي وقع انكم ملي تشوفوا هاد الاشكال وتشوفوا هاد الروعه في الصناعه تتقولوا فعلا تنفتخروا بالصناعه التقليديه المغربيه. على اين كنقول لكم مرحبا بالناس لاول مره تنضموا للقناه، وما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم وباللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم كذلك، وما فيها باس البارتاج مع الاهل والحباب والاصدقاء. غنخليكم مع هذا الفيديو تكتشفوا شنو كاين في هذا المحل، وما غاديش ننسى اكيد ان غادي نخلي لكم الرقم الهاتف في صندوق الوصف، وهنا غادي تتواصلوا مع السيد وغادي تعرفوا على الاثمنه ديال كل حاجه عجبتكم. كنقول لكم فرجه ممتعه مع باقي الفيديو.